السلام عليكم. هو دولار واحد، دولار واحد هاخده منك بعد ما قناتك تتفعل وينزل عليها اعلانات، يعني دخلت مراجعة وكله تمام، هديك 4000 ساعة و1000 مشترك، كده انت مالكش عندي حاجة تاني، ومفيش فلوس هاخدها غير لما قناتك تنزل عليها اعلانات وامورك تبقى زي الفل، يعني مفيش نصب الحمد لله ولا اي حاجة. بيني وبينكم انا لقيت الموضوع كده ايه، ان انا اعمل قناة واقعد اشرح للناس واقول لهم ازاي تكبروا قنواتكم وتنموا قنواتكم مش نافع، وانا الحمد لله بفضل الله بعرف اجيب في اليوم بال100 ساعه و120 ساعه، يعني اي قناه بتاع حضراتكم اقدر ان انا ادوس فيها بنزين واجيب زي ما اجيب، وممكن اخلصها لك في شهر، المهم هو دولار ومش هتدفعه غير بعد ما تتفعل، يعني كده كده انت مش خسران حاجه. اليوتيوب رافض ان انا احط الاعلانات اللي بالشكل ده، فانا هضطر ان انا اتكلم معاكم كحلقه عاديه، وفي خلالها هبتدي مليكم ارقام، اكتبوا الارقام عندكم، ده رقم تليفوني هتسجلوه عندكم، وبعد ما يخلص هتحولوا لي عليه الفلوس اللي هو دولار واحد، يعني مش مبلغ كبير. اول رقمين اكتبوهم 9 7، خلاص نكمل بقى. انا هضمن لك ان انا اجيب لك 4000 ساعه وهجيب لك ال1000 مشترك، بس في شويه حاجات كده عاوزك ايه تاخدها في اعتبارك. يعني احنا ارخص، احنا شغلنا ارخص وشغلنا مش هتلاقي زيه، في ناس كتير عامله اسعار بقى و500 جنيه و1000 جنيه و250 جنيه، انا ارخص واحد، يعني هو الدولار مش مكمل 20 جنيه في مصر، يعني مع احترامي ليكم مش هيجيب حق علبه سجاير، بس هي شغلانه حلوه والله بتكسب. ما هو انت لما تجيب واحد واثنين وثلاثه وعشره وكده والعمليه تكبر هعمل مبلغ حلو. الرقم بعد كده 4، نكمل كلامنا. اللي انا بقوله لك بقى ان شغلي افضل في ايه، ان انا احسن من حاجتين، التبادلات اللي انتوا بتعملوها على الجروبات الواتس والتليجرام والكلام بتاعكم ده وعلى الفيس، والاعلانات الممولة اللي انتوا بتدفعوا فيها فلوس، سواء بتدفعوا لليوتيوب او اللي بتدفعوا فيها لجوجل، ممكن ياخد منك 50 دولار و60 دولار و100 دولار و500 دولار، هو كل اللي عليه انه يوصلك لحد عميل يشوفك انت ومحتواك بقى، عرفت تخلي العميل يكمل معاك، كل ما يجيله اشعار يشترك ولا ما يشتركش، المهم ان هو بيوصل لك الزبون لحد ايه، لحد قناتك. خد الرقم كمان 6. التبادلات اللي انتوا بتعملوها اصلا دي غلط، وتوقع اكبرها قناه توقعها يعني، لان انت لو عندك فيديو مدته 10 دقائق، لو عندك فيديو مدته 10 دقائق ودخلت تبادلت اشتراك معايا، فانت بتقول لي ايه بقى، معرفش، واحد يقول لك دقيقه قبل الاشتراك ودقيقتين قبل الاشتراك عشان يثبت الاشتراك، هو هيثبت حمل، تقول لي دقيقه ودقيقتين، الموضوع مش كده خالص. انت بتدمر قناتك بايدك لما بتعمل تبادلات، والتبادلات ضررها اكتر من فايدتها. ايه ضررها؟ ان هليكن الفيديو بتاعك انت 10 دقائق، فكل الناس اللي بيخشوا عندك عشان تجيب 100 اشتراك بتعمل 100 تبادل، وال100 بيخشوا عند اول دقيقه، فالفيديو بتاعك بيحقق نجاح جدا في اول دقيقه، وبعد كده ما فيش منه ايه فايده. فاللي بيحصل ان اليوتيوب بيبص للفيديو بتاعك ان هو غير هام، وبيبتدي يوقع لك الاشتراكات دي، يعني ممكن يكون الراجل صادق معاك وانا صدقت معاك واشتركت وما لغيتش اشتراكي ومعاك لحد الاخر، بس المشكله بتبقى عند اليوتيوب مش عندنا. ليه؟ اليوتيوب بيبتدي يبعت اشعار ليا من قناتك، وانا اسف جدا قناتك انا مش مهتم بيها، قناتك انا كل اللي دخلته ليها عشان اخد اشتراك قصاد اشتراك، فانا اسف جدا لحضرتك ان الناس اللي بتتبادل اشتراك هي اساسا مش عايزاك، هي مش عاوزه محتواك، هي بس مصلحه قضيت وبينكم وبين بعض، الموضوع انتهى. عشان كده تبتدي الناس تصحى الصبح تلاقي اللي ناقص له 20 اشتراك واللي ناقص له 40 واللي ناقص له 50، يقول لك مش عارف ايه، واليوتيوب بيعمل، اليوتيوب ما بيعملش. اليوتيوب بيبتدي يقترحك عليا فيديوهات اللي بتطلع، لو انا فعلا كان عاجبني محتواك ودخلت عليه الاشتراك ده بيثبت. تاني يوم انت نزلت فيديو جديد، اليوتيوب بيبعت لي اشعار، اول ما بدخل عليه بسرعه الاشتراك بيثبت، لكن لما بهمل الاشعار او بطير الاشعارات كده من شاشه التليفون زي ما بتجيلي، اليوتيوب كمان بيطير الاشتراك. خد رقم كمان 4 تاني، نكمل. الاعلان الممول غيري انا احسن. ليه بقى؟ الاعلان الممول لما انت بتدفع فلوس بيدخل لك شغل، بس طول ما انت بتدفع انت حبيبنا، وقفت الدفع مش عاوزين نعرفك ولا عاوزين نشوف وشك، وقلتها قبل كده لناس كتير. ست اسمها سين عندها غسيل هدوم وعاوزه تنشره في البلكونه بتاعتها ما خدتش، فراحت لجارتها، خد يا ست صاد حطي لي غسيلي عندك وانشريه. طبعا جارتها بتحبها وعزتها وتفضلي يا حبيبتي، ودخلت وجارتها صاد يعني التانيه دي خدت الغسيل بتاعها وراحت بنفسها ونشرته حبا فيها.
وعملت لها شاي وقهوة وضيفتها وعاملة ايه واخبارك ايه وتمام. صاحبتنا دي صاحبة الغسيل تاني مرة بقى لقيت نفسها قالت لك لا انا ايه احسن حاجة عشان محدش يكسر عيني، انا اديها فلوس، خدي بقى ايه كل قطعة بجنيه او بدولار زي ما اي عملة انتوا عارفينها، بدأت تديها فلوس. اما جت تنشر عندها بعد كده بقت القطعة مثلا بجنيه، 20 قطعة ب 20 جنيه. جت في يوم صاحبتنا دي صاحبة الغسيل مفيش معاها فلوس، راحت لجارتها خد انشوري، قالت لها هتدفعي كام؟ قالت لها والله النهارده ما فيش، قالت لها لا اسفه اصل انا عندي غسيل كتير جوه ومش عارفه اعمل ايه والدنيا خربانه ولازم ان انا انشر الغسيل بتاعي. يبقى هي كانت بتتعامل كويس وكان الناس بتدخل قناتها بحب، او اللي هو غسيلها يعني محتواها، كانت الناس بتدخل بحب وبتبتدي تشوفه وبتبتدي تشترك بحب في الشخص وفي محتواه وفي الكلام اللي بيقوله، حتى لو اسلوبه وحش بصوا لقناه خليل كوميدي وشوفوا عنده كام مليون مشترك، حتى هو اسلوبه حلو او وحش ملناش فيه، لكن هو عارف يبني جمهوره بنفسه. اصبح ان الاعلان الممول طول ما انت بتدفع حبيبنا وهنطلعك للناس، اسطب دفع اسطب مش هنخلي حد يشوفك، حتى لو انت بتقول لي خلاص انا هعمل في فيديو واحد ولما اشتهر هوقف البتاع الدفع عندهم بالشكل ده انا اللي ضحكت عليهم. لا يا ناصح انت ما ضحكتش على حد، انت كل اللي عملته ان انت بدأت تقول انا هعمل اعلان ممول لفيلم عندك. سؤالي ليك سؤال وعقلها بنفسك، هل انت عندك فيلم يجذب الانتباه لدرجة ان انا لو شفته مرة هشترك عندك على طول؟ لاحظ معايا في قناتك اول فيديو كنت بتقول ده قنبلة وما فيش حد عمل زيه، انا بعد كده هعمل ايه؟ هعمل زيه. وبدأت تتابع الفيلم اللي جاب 10 مشاركات، 3 اشتراكات، جاب لك مشاهدتين، بدأت تعدل نفسك وتطور في نفسك، تعدل نفسك وتطور في نفسك. خدوا بقية الرقم، احنا قلنا كم؟ 4 اخر حاجة، بعد كده 6، تمام؟ كملوا. بدأت تعدل في نفسك فانت فوجئت ان الفيديو رقم 5 بقى احسن من رقم 1، الفيديو رقم 10 بقى احسن من رقم 5. كل يوم انت عمال تطور في نفسك، بتغير العنوان بشكل جذاب، بتعمل صورة مصغرة تشد الانتباه، بتحط علامات وصفية او الكلمات المفتاحية وهنعمل لها حلقة بعد كده اللي انت اصلا كنت مهملها تماما، بدأت تهتم تنشر قناتك. ليه انا حطيت الفيديو ده على اليوتيوب؟ عشان انا بكلم الناس اللي عندها قنوات، الناس اللي عاوزة تشتري ساعات واشتراكات، انا كده عرفت اسوق الفيديو بتاعي ده واحطه في مكانه الصح، حتى لو ما جابش غير 10 مشاهدات انا مقتنع ان ال10 اللي داخلين دول داخلين عشان يدفعوا دولار واحد وياخدوا 4000 ساعه و1000 مشترك، يبقى انا كده عرفت اسوق صح. لان انا لو كنت نشرت الفيلم بتاعي ده على الفيس محدش عنده قنوات يوتيوب، قليل جدا، يبقى انا كده بحط من نفسي في مكان غلط. يبقى لما تيجوا تسوقوا لنفسكم حطوا نفسكم في المكان الصح. الست اللي بتطبخ روح الجروبات بتاعت الطبيخ، ما تروحيش جروبات التبادل لان ده مش اهتمامهم. الانسان اللي بيرسم روح للاماكن اللي فيها رسم. الست او الاستاذة او المدرسة اللي بتشرح للطلبة وبتدي دروس روحي للجروبات بتاعت المدارس واعرضي انتاجك بالشكل ده، لو انت محتواك جيد الناس هتيجي عندك وتشترك اوتوماتيك حبا فيك طالما محتواك جيد. هل انت بقى عندك فيلم محترم، وانا اسف لكلمة محترم، يعني يتضمن محتوى هادف، سيبكم من التصوير وسيبكم من المونتاج وسيبكم من كل حاجة، هل انتوا عندكم فيلم يخلي الناس تدخل عندكم ان انت تقول لي انا هعمل له تسويق؟ طبعا لا. خليك اشتغل في قناتك وانتج افضل واحسن لحد ما تلاقي الفيلم التوب اللي تقدر عن طريقه تقول انا هعمل له تمويل، لان ده اللي هيجيب شغل. صدقني في الوقت ده انت قناتك هتكون نجحت وهتكون مش محتاج التمويل اصلا، لان انت بدأت تعرف طريقك صح. هكمل لكم الرقم، اخر حاجة قلناها 6، يبقى بعد كده 0. احنا بقى بنختلف في ايه؟ احنا بنختلف ان انا هديك ال4000 وال1000 بدولار واحد بس، لا اكثر ولا اقل، وقلت لكم اول الفيديو انه ده بعد ما قناتكم بتتفعل. بس شهادة حق عشان محدش يجي يقول لي انت نصاب، انا الحمد لله ما بعرفش انصب، انا ماليش دعوة بعد قناتك ما تدفعها، انا هديك ساعات تمام ومش هاخد منك حاجة، مش هستفاد منك حاجة لحد قناتك ما تدفعها، وينزل عندك كمان اعلانات في الوقت ده يا عم، بقى تعالى افتكرني واديني الدولار بتاعي. اظن بصوا حاجة مفيش بعد كده، بس ما اضمنلكش ان بعد بكرة بعديها بشهر لما ناخد الدولار او ماخدوش ان انت تنزل فيديو جديد وحد يجي لك.
دي مش بتاعتي انا. يعني بالظبط انت بتبني عماره بدات من الدور العاشر وال11 وال12، ده اللي هو ال1000 ساعه، ال1000 مشترك وال4000 ساعه، ومفيش عندك اساس. فاسمح لي ان العماره دي هتقع. فعشان ابقى واضح معاك، انا مش مغسل وضامن جنه، انا اجيب لك الساعات بدولار او ممكن حبا فيك، مش مشكله. في ناس انتوا عارفينها وانا عارفها وبيشوفوني دلوقتي، الناس دول دفعوا فلوس في القنوات بتاعتهم علشان تدفع، او بمعنى اصح ان هم اشتروا ساعات، اشتروا مشتركين، الصح اشتروا حب الناس. صدقوني حب الناس ما ينفعش حد يشتري. تعال انت في يوم واتعب في لا قدر الله ولا حاجه، او عندك ظرف طارئ، وشوف مين اللي هيتصل بيك. اللي هيتصل بيك ده هو صاحبك فعلا، هو ده حبيبك. هل في حد فيكم بيقول يا جماعه انا عيان على الفيسبوك ومش عارف ايه وادعوا لي؟ صدقني اصلا اللي عايزك وبيفكر فيك مش هيدعي لك دعوه ويقول لك الف سلام عليك على الفيسبوك، بالعكس مش هيكتب تعليق، هيتصل بيك او ياخد بعضه ويجي لك على طول. هو ده الانسان الصح، هو ده المشترك عندك اللي انت بتدور عليه، اللي اول ما تقول انا نزلت فيلم جديد وجاله اشعار على طول جري من غير ما يفكر يروح يتفرج عليه وعجبه المحتوى وياخده يعمل له مشاركه. هو اللي ينشر لك شغلك، هو اللي ينشر لك انتاجك، هو اللي يكبرك. يبعتك لمين؟ يعني مثلا دروس اطفال، دروس اطفال، خلاص هو بقى الراجل استفاد وعياله استفادوا، فراح بعته لجاره وابن اخوه وابن عمه وكده، بدات القاعده بتاعتك تنتشر صح، عرفت ان انت تنشر محتواك صح. فانا ما اضمنلكش ان قناتك لما تنزل بعد كده بفيديو ان حد يجي لك، دي بتاعتك انت بقى. هل انتوا تتوقعوا ان واحد ما يعرفش يجيب 1000 مشترك و4000 ساعه، هل تتوقعوا انه هيقدر يجيب مشترك زياده؟ طبعا لا. رقم تاني بعد قلنا صفر، هكمل لكم الرقم دلوقتي، خليكم معايا. الفرق بين اللي اشترى ساعات واللي ما اشتراش وتعب، اللي اشترى ساعات يعني نقول ان هو في تفكيره ان الناس بتاخد دولارات كتير من اليوتيوب، قنوات كتير، قنوات كتير مش واحده ولا اتنين، اشترت او بدون ما تشتري اتفعلت وما دخلتش ولا دولار. هل انت متخيل ان انت ما بقاش ليك جمهور وهتقدر تشغل اعلانات وتبتدي تجيب الناس عندك والارباح التانية اللي بتيجي من اليوتيوب اللي حكيت لكم عنها وهحكي لكم عنها قدام ان شاء الله؟ طبعا لا. فان انت تشتري ساعات انت بتدمر نفسك. تعالوا بقى للي ما اشتراش وشغال على قناته لشهر واثنين وثلاثة وسنتين، سنتين عمال يحاول ان هو يكمل الاربع تلاف، روحوا له هتلاقوه خبرة وفاهم ازاي يرفع فيلم وازاي يختار عنوان وازاي يختار صوره وامتى ينزل الفيلم وازاي يحط الوصف، وقناته لسه ما اتفعلتش، والاستاذ والدكتوره التانيين اللي دفعوا فلوس عشان يدفعوا قنواتهم واتفعلت مش عارفين يكتبوا عنوان، واسف مع احترامي ليكم كلكم. الانسان اللي دفع فلوس ونزلت في قناته اعلانات ما عندوش فرحه، زي الطالب اللي غش ونجح مفيش فرحه، منزوع الفرحه زي منزوع الدسم. الانسان اللي قاعد يحاول يشتغل على قناته سنه او اتنين واتطحن فيها زي ما بنقول، اول بس ما يقولوا له انت جبت ال 4000 ساعه وساعه بيكون طاير من الفرح، ويستنى بقى هيراجعوا ايه، هيقولوا ايه، يا ربنا يستر مش عارف ايه، ويبقى قاعد مش جاي له نوم، قناتي هتترفض ولا هتتقبل، طب انا عندي ايه، طب انا غلطان في ايه. لكن التاني بينام ويشخر يقول لك يا عم خلاص ما انا دفعت. نصيحتي لكم، ابعدوا عن شراء الساعات، وابعدوا عن اي حد يقول لك حتى لو بدولار واحد. الناس دي يا جماعه لقيوا ان هم شغل القنوات مش جايب نتيجه معاهم، بداوا يبيعوا ساعات. بدل ما يقول لك يعني ال 1000 مشاهده على اليوتيوب بتعمل دولار، تخيل ان انت عشان تعمل 1000 مشاهده و1000 مشاهده صح واليوتيوب يحذف نصها ويخلي لك نصها يعني نص دولار، تقعد 6 شهور تجمع في 4 دولار ومش هتاخدهم غير لما تكمل 10، يعني ممكن تكمل كمان سنه وما تاخدش. خدت ايه انت من اليوتيوب عشان تصرف؟ يا عم انت من ساعه ما بدات القناه وانت بتصرف، انت بتصرف تعب ومونتاج وترتيب وتجمع صوره ازاي، وقولي في المعلومه ازاي المحتوى بتاعي قعد الناس عندي من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني انا دلوقتي بتكلم معاكم تقريبا الدقيقه ال 14، لو انا نجحت ان انتوا توصلوا معايا الدقيقه 14 يبقى انا كده عارف ان انا ماشي في الطريق الصح وهو ده المحتوى الصح. لكن انا ممكن صدقوني بكلمه على اي جروب، تعالوا يا جماعه بدولار، تعالوا يا جماعه بدولار، وهفعله وسهل جدا والله التفعيل، هنزلها لكم في حلقه ان شاء الله، لان انا كنت ناوي اقول ازاي بالموبايل بس تجيب 4000 ساعه. لكن فوجئت ان في قناه محترمه وراجل محتوى كويس اللي هو الشيف امير عاوز يشتري ساعات وبياخد رايي، قلت له خلاص توكل على الله بس اديني مهله يومين
يومين اتنين، وانا هعرفك ازاي تشتري ساعتك بدولار. شراكم للساعات بيدمركم وبيدور بيدمر قنواتكم. يا جماعه الناس حباكم انتوا، ابنوا جمهوركم بنفسكم. شراء الساعات مش هيفيدك، لو اشتريت النهارده بكره هتعمل ايه في الاعلانات؟ الطالب اللي بيغش في الامتحان وراح كليه الطب، لو جالك مريض هتتعامل معاه ازاي؟ مع احترامي ليكم انتوا مش عارفين يعني اتفعلتوا مش عارفين تشتغلوا. سهل جدا ان انا اكدب عليكم واقول لكم وهشغل لكم قنواتكم وسهله، بس لازم تتعبوا في قنواتكم. تعبوا في قنواتكم هتلاقوها، وهتلاقوا مشتركين يحبوكم. اول ما تبتدوا تحطوا فيديو هتلاقوا الناس جايه عندكم جري. رقم تليفوني يا جماعه لو عاوزينه، انا الحمد لله ما ببيعش ساعات وما بعرفش ابيع ساعات، وشغال على قناتي والحمد لله، وعندي قناه تاني اللي هي اكل بشوات مفعله بفضل الله، ومساعده قناه قلب بنت وقناه فاطمه تمزغيت، الاثنين وقفوا جنبي والحمد لله وقدرت افعل قناتي. انا الحاجه الوحيده اللي بقدر اعملها القناه اتفعلت اللي هي اكل بشوات، لكن للاسف مش عارف ابني جمهور صح. فانا حابب ان انا اشرح، حابب ان انا يكون محتوايا شرح. انا في الاساس مدرس، فانا بحب الاسلوب ان انا اعرف اوصل المعلومه. انا ما نصبتش عليكم في الصوره المصغره، وما نصبتش عليكم في حكايه الدولارات. انا عطيتكم تليفوني تقدروا تاخدوه، مفتاح الدولي زائد 974662. انا مش هكمله، لو عاوزينه لمحة عن قناتي هتلاقوها موجودة، وهتلاقوا رابط الفيسبوك 24 ساعة. اي حد عنده اي سؤال يخص قناته انا تحت امره، ادخلوا واعملوا طلب صداقة. او لو مفكرين ان انا بعمل كده عشان اجمع مشتركين كتير عندي او اصدقاء كتير على الفيسبوك، بفضل الله لا، انا معايا فعلا اصدقاء اللي عندي ناس اعرفهم. خش واكتب رسالة وما تعملش طلب صداقة، واي سؤال انت عاوزينه هجاوبكم عليه. الحلقات الجاية ان شاء الله هتكلم معاكم عن ايه هو المحتوى نمرة واحد في اليوتيوب، ايه اللي اليوتيوب بيحبه وبيجيب مشاهدات كتير وبيخليك تكتسح، وحلقة بتليفونك بس هخليك تجيب ال 4000 ساعة. المشتركين دول بتوعك انت، انا ما اقدرش ان انا اجبر الناس تحبك. انا اقدر اخلي الكمبيوتر يلعب معاك ويجيب لك في اليوم 10 ساعات هدية مني، لكن ان اخلي حد يحبك دي بتاعت ربنا، وربنا جعل فيك انت محتواك. محتوى يعني حاجة بتحتويك انت. الحلقة الجاية هكلمكم عن المحتوى الجيد اللي يجيب مشاهدات ويجيب اشتراكات ويبقى قنبلة القنابل، ومحدش يقول لي كنت انت عملته، لان انا فعلا شغال عليه، بدليل ان انتم مكملين معايا الحلقة للاخر. اشوفكم على خير يا رب، واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، واسف جدا للاطالة، واتمنى لكم كل خير. السلام عليكم.